ويتجدد الموعد هذا المساء مع مجلة الوجه الآخر ووجه آخر لمهنة القابلة المولدة التقليدية. حسن بن رابحة انتقل إلى المغرب العميق من جبال آزلال، صرخة ميلاد تتحول أحيانا إلى سكون الموت، المخاض، الإجهاض، حالة ولادة حية ومشاهد أقوى. لنتابع هذا المقتطف. جاء من عند سيدي ربي، بدون نور من عند سيدي ربي. ماذا توصلش هنا حتى تولد ولا تموت؟ زين بنادم بزاف ساعة. إلا بقى هنا حتى مش غادي ياكلوا. أش تتشوفوا؟